بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب كليات الطب والكليات الصحة والكليات الصحية، كل عام وأنتم بخير موفقين إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح والفلاح إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم على الـ joints of shoulder region. قبل ما نتكلم على الـ joints of shoulder region هناخد فكرة مبسطة على الـ name of joints of upper limb. الأهداف اللي بيننا الآن remembers شوية حاجات كده نذكرهم، والنيم of joints of upper limb، وهنركز تركيز أساسي على joints of shoulder region اللي هي تشمل sternoclavicular joint، acromioclavicular joint، shoulder or glenohumeral movement. الشولدر جيردل، أكروميو أدي الأكروميو كلافيكولر جوينت بين الأكروميو بروسس of the scapula and lateral end of the clavicle. سينوفيال تايب، سينوفيال النوع بتاعه سينوفيال تايب، أدي الأرتكوليتنج بون، أدي الأرتكوليتنج كلافيكل والأكروميو بروسس. بعد كده في كبسول بينهم عندنا الامبورتنت ليجمنت، حاجتين مهمين، كوراكو كلافيكولار ليجمنت، ادي الكوركود بوس، كوراكو كلافيكولار ايه ليجمنت. الكوراكو كلافيكولار ليجمنت في عندي بيتكون من تو بارتس. نمره واحد كونويد بارت من الكونيتوبيركل اوف ذا كلافيكل، الكونيتوبيركل اوف ذا كلافيكل to base of coracoid process. Add the base of coracoid process من الكونيت تيوبركل of the clavicle للبيز of coracoid process of the scapula. اتنام الترابيزويد بارت، الترابيزويد من على الكلافيكل للسوبيريور سيرفيس، لأدي السوبيريور سيرفيس، يبقى أدي الترابيزويد بارت وأدي الايه الكونويد بارت. يبقى الكلافيكولر كراكو كلافيكولار ليجمنت تو بارت، كونويد بارت ادي الكونويد بارت، وادي تاني حاجه بنسميها الترابيزويد بارت. الكونويد بارت من الكلافيكل على البيز اوف كروكويد بروسس اوف ذا سكابولا، وديت من الكلافيكل على السوبيريور سيرفيس اوف ذا كروكويد بروسس اوف ذا سكابولا. ادي الحتتين الاثنين بتاع الكراكو كلافيكولار ايه ليجمنت، ادي الحتتين الاثنين اللي موجودين، ادي الكونويد وادي الايه الترابيزويد، ادي الكونويد وادي الترابيزويد. يلا يا شباب، ادي الكونويد وادي الايه الترابيزويد. الموفمنت بتاع الاكروميو كلافيكولار جوينت جلايدنج، ونركز في النقطه ديت يا شباب. الموفمنت بتاعته ايه؟ الجلايدنج. استيرنو كلافيكولار ماشي، ادي استيرنو كلافيكولار جوينت، ده الشولدر كومبلكس، الشولدر كومبلكس عباره عن حاجتين، ادي استيرنو كلافيكولار جوينت، ادي الاستيرنو كلافيكولار جوينت ماشي. بعد كده الرايت اكروميو كلافيكولار جوينت، ودي صوره اخرى لهذا ايه الشولدر ايه جردل. طيب ماشي شباب، بالتوفيق ان شاء الله وبالنجاح والفلاح وموفقين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.